صباح العسل، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. صباح الفل او مساء الفل على حسب الوقت اللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو. النهارده بقى قلت بقى كفاياكي بقى كسل كده، وبقالي كتير ما عملتش حاجات حلوه. كان لازم ست الكل بقى ايه تدوق منها، وكان لازم افوق لنفسي بقى واروق البيت. بصراحه في حاجات كتير قوي بكسل اعملها، قلت لا لازم اقوم كده، مش هفضل بقى اقول بكره بكره بكره، لازم اتنشط كده. اول حاجه عملت هو اني مسحت الكومودينو الاتنين بتوع اوضه النوم، تمام، لمعتهم كويس ومسحتهم كده من بدايه اليوم. بعد كده عملت ايه بقى؟ كان في كيستين بتاعه ادويه بتاعتي انا وايزابيلا، تمام، فانا حطاها كده وركناها. شوية يقعوا مني ويتبهدلوا والدنيا تبوظ، قلت لا لازم بقى ايه اوضبهم كده هما الاتنين، وانقل الحاجة بتاعتي في مكان وانقل حاجة ايزابيلا في مكان، يعني ده في كيسة وده في كيس. حطيت بقى الادوية بتاعتي والفيتامينات بتاعتي ودواء الغدة، هنا كنت عمالة افرز. بصوا الدنيا كانت متبهدلة، الحمد لله فصلتهم عن بعض وحطيت حاجتي انا في كيسة، وحاجة ايزابيلا طبعا حطيتها في كيسة تانية. حطيت بقى الدواء ده يا بنات بتاع الحصاوي وكده، عشان انا كان عندي حصاوي وصديته لفترة الحمل. الدكتور قال لي كل ما تحسي ان انت تعبانة يعني خدي الدواء ده وكده. حطيت بقى كل دي حاجات ايزابيلا دي كلها عمالة بقى ركنها، والحاجة بتاعتي اهي الكالسيوم اللي باخده والاوميجا 3 ودواء الغدة والدنيا دي بتاعتي كلها حطيتها في الكيسة الزرقاء. وبصوا خلاص بقى خلصت الكيسة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اهو، ظبطت الدنيا. اتبقى بقى ايه الحاجة بتاعت ايزابيلا والكيسة الصفراء القديمة. الكيسة الصفراء بقى القديمة دي ايه، انا قلت خلاص هرميها بقى، يعني هعمل بيها ايه خلاص. ودي غطا السكتة بتاع ايزابيلا، قلت بقى اجيب كيسة سودا كده واقوم جاية حاطة فيها كل الحاجة بتاعت ايزابيلا بقى. هيتبقى طبعا القطن عشان حجمه كبير ومفرش الغيار، قلت اسيبهم بره مش هيعملولي يعني كركبة، بس هلم كل الحاجة كده بتاعتها في الكيسة السودا دي واظبط الدنيا، يعني عشان بصراحة مكركبالي الدنيا. وكان في ادويه كتير اصلا خالص وانا مش واخده بالي منها، وعماله بقى احط ده على ده على ده على ده، ومخربه الدنيا حرفيا. من وقت للتاني كده بحب ان انا ايه افرز الحاجه، اني وانا صاحيه من النوم بقى مش شايفه قدامي بقى، ضرمي في كل مكان وخلاص، تمام. فخلصت كده يعتبر الكيسه بتاعت ايزابيلا، فاضل كام حاجه بس. البندانات بتاعتها انا مكنتش طايلاها، والستاند كان هيقع اصلا مني، وبعد ما روقت اصلا السرير اتبهدل، اضطريت ان انا انفضه بعد كده يا جدعان، تمام. فالحمد لله اصلا ان انا كنت بريك وانا المخل. خدت بقى الفوطه اللي انا بحطها لها وانا بردها، يعني حطيتها برده في الكيسه كده معاها، والقطن دخلته كده عشان ما يقعش، وظبطت الدنيا بصراحه. ارتحت يعني لما عملت كده، فصلت حاجتي عن حاجتها لان انا كنت محتاسه، حرفيا كنت محتاسه بجد حاجه يعني ما اقولكوش بجد. يعني حطيت كده الكيسه بتاعتي جنبي هنا في الكومودينو بتاع اوضه النوم، بحيث ان انا ايه افتكر الادويه ومفوتهاش، يعني فاهمين قصدي. وبقى بقى الكيسه كده بتاعت ايزابيلا حطيتها كده على البوف اللي حاطاه في اوضه النوم، قلت بقى كده اشحن التليفون عشان اكمل لكم تصوير. هنا بقى وقت العنايه بنفسي، برضو بحب ان انا اكلم نفسي، يعني بعمل كل حاجه في نفس الوقت، تمام. ودي كده ده السكين كير والهير كير بتاعي والبودي كير. جت بقى المروحه كده بتاعت اوضه النوم كده عايز تتنضف. طبعا انا حاطه القلب ده يعني انتوا عارفين ليه. المهم انا بنضفها تنظيفه عميقه عشان تكونوا عارفين، انا كده كده منضفها قبل كده، بس بحب المعها كده من وقت للتاني لانها بتلم وتروح بسرعه، لانها ساكنه في دور عالي. فبمسك المناديل المبلله بس كده وبقوم جايه عاملاها كده من على الوش، لان انا اصلا فتحتها قبل كده ومظبطاها من وقت قريب، يعني لسه ما عدش اسبوعين على الموضوع ده، بس بحب كده ايه المع. المروحه كانت شغاله في التراب عمال يروح يمين وشمال وكده، فقلت بقى ان انا هطفيها عشان اعرف امسح براحتي واعرف اطلع الاتربه اللي فيها. انا كنت طفيتها عشان اعرف اطلع كل الاتربه والحاجات اللي فيها، تمام. وظبطتها كده عشان تعرف تطلع هوا اكتر، يعني لما بنعمل كده بتطلع هوا كتير قوي قوي. وشغلتها بقى كده طبعا الفرق باين يعني. بعد كده بقى شربت كوبايه كركديه، كانت ايزابيلا وقتها نايمه، فقلت ان انا يعني اخد ريست كده شويه يعني،
فانا مايله للكركديه يا جماعه الايام دي جدا يعني. المهم طبعا ايزابيلا صحيت يعني، حضرت حاجه الغيار بتاعتها، الست هنا كانت صاحيه وحضرت لها الببرونه بتاعتها وظبطت لها الدنيا. انا بحب اظبط لها الدنيا وارتب لها الحاجه بحيث لما تصحى تلاقي كل حاجه جاهزه. هنا بقى كنت مقرره ان انا اعمل كريب بالنوتيلا ويكون محشي كريمه، هو على فكره جاهز يا بنات من ماي واي، فانا ظبطت الدنيا كده، حضرت الكريمه ودي الكريب يعني عيش الكريب، وحضرت الصوصات بتاعتي كنت جايباها من كارفور، الصوص الفراوله وصوص الشوكليت. الشوكليت مش حلو محدش يجيبه، وحضرت كمان الشوكليت شيبس، وزي ما انتم شايفين كده بجد كان جامد جدا. المهم بقى كده ده شكله بعد ما خلص، بصوا شكله جامد جدا ازاي، هيعجبكم جدا لو جربتوه. جربوه من ماي واي، هتلاقوه جاهز اصلا، هتمشوا على الخطوات وهتخلصوه يعني. يعتبر حطيت بقى الصوصات بتاعتي والشوكليت شيبس وحشيته بقى بالكريمه زي ما انتم شايفين كده، فيعني الميكس كله كان جامد. اللي كان مبوظ الدنيا بس يا جماعه طعم الشوكولاته، يعني كان محتاج نوتيلا افضل يعني، انا وقتها ما كانش معايا نوتيلا. تمام، هنا بقى طبعا زبالة كانت صاحيه، جبت بقى المعطر بتاع ماي واي بتاع الرابش بتاع الزباله بيغير ريحتها، رشيته كده عشان هرمي الزباله بكره. شلت بقى يا بنات كده ايه الحديد بتاع البوتاجاز عشان كنت عايزه امسحه، ما رضيتش بصراحه استنى لحد بكره، ما بحبش اجل حاجه، طول ما انا عايزه اعمل حاجه ما بستناش. ومسحت بقى الدنيا كده، كنت بشيل كده واحده واحده وامسح تحت منها، وكنت بمسح كمان الحديد مع اني والله عامله له تنظيف عميق ونقعاه في فانش وحاجات ومنظفات في البانيو كتير عشان يبقى بيلمع كده. تمام، يا ربي انا بعدت الكاميرا من ذكائي يعني، ما شاء الله عليا. ما علينا يعني، انا عملت التالتة كمان، فبجد يعني نفسيتي بترتاح لما بخلص كل اللي ورايا في نفس الوقت كده، وما بقعدش اجل بقى لبكره وبعد بكره والكلام ده يعني. بصوا ظبطت الدنيا بجد يعني، ظبطته ظبطته، لمعت بقى البوتاجاز كده كويس، وقعدت بقى امسح الكوبسات بتاعت النار وكده. طبعا انا ما كنتش مصوره معايا كل الحاجات دي يعني. المهم بقى ماما كانت جايبه لي كده ايه بطاطس، خدت بقى باسكت زي كده ورصيت فيه البطاطس بتاعتي وحطيتها في التلاجة. عارفه ان في ناس كتيره تقعد تقول البطاطس مش بتبقى في التلاجة والكلام ده ومش عارفه ايه وكده، بس انا عادي يعني بحب احطها وبحب ارتب الدنيا. فتحت بقى كده التلاجة، كنا جايبين النهارده حلاوه بالشوكولاته، هي كانت ناشفه شويه بس كان طعمها حلو. حطيت بقى كده البطاطس في التلاجة زي ما انتم شايفين ده شكلها، بحب دايما يعني ارتب الدنيا. المهم بقى كده ايه، ماما طبعا مش عندي، فماما ساكنه قريب مني، طبعا لازم ادوقها من اللي انا عملته. فجبت كده علبه التلاجة بتاعتي وبدات ان انا اقطع فيها الكريبات، وحطيت كده قسمتهم على اربعه وقفلت كده، وطبعا هبعتها مع اختي. المهم طبعا اخر حاجه عملتها النهارده هو اني جبت بقى السيرم بتاع الضوافر والكربميد وكريم الايد عشان ارطب ايدي ورجلي بعد طبعا المشقه اللي حصلت لايدي ورجلي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وتنسوش اللايك.